أكد وزير التنمية المحلية محمود الشعراوي دعم الوزارة الكامل لجهود محافظة المنيا وباقي المحافظات في ملف التحول الرقمي، وفي إطار خطة الدولة لمتابعة تنفيذ المشروعات وتعظيم الموارد المالية والتواصل مع المواطنين. جاء ذلك خلال تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ المنيا أسامة القاضي إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي ووحدة المتغيرات المكانية بمبنى الديوان العام للمحافظة، وذلك خلال زيارته لافتتاح أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بدير جبل الطور.